بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. دانيك كمان لو أنك بعنشر عبيا برينيك كتمان لمفردات أنا عنديت على ثلاثة أوجه، بس هي الشيء ودي الشيء كان كالآخر، بس لك عن اسم أبي كديوك أما جمان بيكر لا شعري، وعن قيض غدت من عليه لي وتبان، وعن قيض يعني وعن ومن جانبي قيض لي وتبان، بمعنى اسم دي اسم أبي، وهروها عن معناه كتري هي بمعنى أنا أن يعني بجي أن هندي العرب هن بجي أن يجن عن برام مهم مكان حرف جر وسباسي أواكي كأول كأنا. الوجه الأول أن تكون حرف جر، وجهي كما ويك عن حرف جر به، وجميع جاء حرف جر النسخة ثلاثة حرفا جارا يعني حرف جر ده هندبي، وجميع ما ذكر لها عشرة معاني، وتيك راي أوي كزيك كراو أبو عن ده معناه يعني ده معناه أبو زيك كراو، بس هذا حرف جر به بيك لو ده معناه دي. أحدها المجاوزة، هي كم يعني مجاوزة، مجاوزة بمعنى دور كوت نوايا يعني دور كوت نوايا شيء لما جروري أنا كا باشا بهوي شو بهوي متعلقة كيوا يعني بهوي أو فعليك اللي في شيء وقرارك ذي. أم مجاوزة ولم يذكر البصريون سواه، يعني بصري كان غيري أما سوى أم معنايا بو عن يعني ذكر نكردوه، مثلا كل شيء كل سافرت عن البلد يعني من الشاركة دور كوتموا يسموه مجاوزة، شن شيء يقول كفاعل سافرت به دور كوتو تول بلدك بهوي شيوه بهوي أنجام داني سفره، يعني بهوي الرشي فعلك وقال سفر نكرادو لبلدك نوكوتو. يا رغبت عن كذا يعني بيزارم لو اشتا، أخر ما دي الرغبة قرب في يا بإلا تجاوزك على قمندي أجياني، ولي أقرب عن تجاوزك أو أخت بيزاري أجياني، كاتمن بيزارم لما لما جور كوتو مو لو اشتا بهوي بيزاري يوه. يا رميت السهم عن القوس يعني تيرك لك وانك فرد، يعني إيش جرى تيرك لك وانك فاصلة يقرتوها ببوني رميك ببوني رميك جاد يارا أويك فاصلة أقري لما جرك يعني دول أكرت لما جرك لازم لك حتما فاعل، مثلا سافرت عن بلدية فاعلك بلا من رميت السهم عن القوسية سهمك كيف مفعولك. وذكر لها في هذا المثال معنى غيره هذا، والذكر كريالة لها بو أم بو عن على مثال رميت السهم عن القوسية معناه كتير غير أم معناه، مثلا أرين عنك بو استعلاء معناه علاقة يعني على قوس على القوسي، يعني أرين ببو استعانة كمن أم يكان ما في جانب ترى مثلا قل رميت السهم بالقوسي يعني عنك بمعنى بيبي وبو استعانة بي يعني أو شاتوا وسيأتي يعني أو معنى تردد شو يعني خواتوش يبي. الثاني معنى دوم بو عن البدل يعني عن هاتوا بو بدل هاتوا واتا لفزي بدل أتواني عنك لابي ولفزي بدل شو يعني كيداني. أوك واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما يعني روج ترسي روج يكتان ببيه كصفتي أو روجوايا لا تجزي نفس عن نفس شيئا وتقف فيه يكي ببيه، شن جملة لا تجزي نفس عن نفس شيئا صفتي يومك يا بسريكو الجملة جبه بالصفة ده بالرابطي تيابي ولا موصوفك رابطك يبقى قرينة حذف كراوة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني وكوبلي هيج نفسه
لجياتي نفسي تر هيشي بوناكري على تجزي يعني وكبري أنجام نادا فريانا كوي باشا أنجام نادا هيشتيك يعني هيش خيريك ناقة يعني آوة شي هيج نفسك لجياتي نفسك تر هيشي بوناكري يعني هيش خيرك واتا أقر نفسك تر كاريكي بو خوي نكرد بيه نفسك تر نتواني كاريك بو أوكا أو حالوي يسوى عن من أي بدلة يعني لا تجزي نفس بدل نفس شيئا كانت معنى كي مثلا بوي كسادة معنى كي بوي ناكري يعني لا تجزي نفس عن نفس شيئا وتهيج نفسك أو هيج نفسي معنى نفس أولك هيج نفسي أنجام نادا أنجام نادا يعني نايكا بوي ناكري شيئا شتيك عن نفسين لجياتي نفسي كتير على رجع بترسل هيج كسب وهيج كسب هيج بناكري. وفي الحديث لحديثها توصومي عن أميكي يعني في غنبر درودي خالص البي خطاب بجنك فرمويتي لزياتي دايك الرجو بقرة صومي عن أميك يعني صومي بدل أميك أو كواتا عنا تبو بدل الثالث سهمين معنى لمعاني عن أويها توبو الاستعلاء يعني عن بمعنى علاء به وكمات فإنما يبخل عن نفسه يعني بجمان أو كسيك بخيلي أكا بخيلي أكا لسر نفسي خوي يعني بزرري نفسي خوي على نفسه وعنك بنا على وقول ذي الأصبع وهروها أمك عن بمعنى على هات بيه وكو قول ذي الأصبع كألي لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتغزوني لا ابن عميك يعني لله در ابن عميك باشا يعني لا مخفف لله هي لله در ابن عميك يعني لله در ابن عميك وكبلي خير بره خيري خدا بو كرمامي تويا يا لله يعني هربو خدايا در ابن عميك يعني او خير مهارته دزرويي كبكرة ما مكيتوه براستي أو تعبت بخوا يعني هالخوا أتواني كسانيك بهرمنك بو بهريك كرة ما مكيتوه هيتي أيناتو لا أفضلت في حسب أيناتو جورتر لسر من يعني لا حسب دا يعني لا لو بعيا لا أوشتان حسب بريتيا لوشتانيكا بو هر تایفه بو هر کسی که لجیانی خویا شانازی پی بکا یعنی آلوشتانی و هر کسی که شانازی پی اکا تو لوانان بسر منانی تا یعنی وانی اکا تو زیادرت بیل من لوا فی حسب عنی جاو بسر منا او عنی اکا معنی بسر منای ولا انت دیانی و تو نید با مالکی من یعنی تو خاوني مني ومن عبدي توني متو خاوني من بي فتخزوني سياستي من بري وبري باشا يعني فتسوسني واتا سياستي من بري وبري من إداركي أو النية أين تو يعني تو أرزشي أو تنية ومثلا أرزشي كتو هاتا بوك رماما ويا بيني بأموزا كتو ويا إيسا شاهدي مثلا أو عنية كمنا على يعني بجي عني علي هاتو عني لجي على بكار هاوردوها جال يارا أما شعرك أنا بحري بسيطة لا ابن عم مستفعل ميك لا فاعل أفضلت في مستفعل حسب فاعل عني ولا مستفعل أنت ذي فاعل يعني فتخ مستفعل زواني فعيل أولا تقصيدة كجهز يعني أقر بحري بسيتي مقطوع به لو أني أوهر فتخزوني به أي لله دربني عميك برام أبي الشعر كاني تريشي لنزل قليل لقل يا بزاني أخو
فتغزونية يا فتغزونية. باش أي لله دربني عمي كاها يعني يوم أخفف لله أو دري حذف كردوان لا أفضل في حسب علي لحسب ذات ولا من قولة النيد ولا أنت مالكي وتو مالكي من نيد فتسوسني مثلا بسياستي من بكي وذلك لأن المعروفة أو بوشي مثلا وإذا وكعنك لبمنع على به الله ولا بروي لأن المعروفة أن يقال أفضلت عليه بوزي أفضلت عليه نق أفضلت عني عنه أو أفضلت عليه بره قيل ومنه قول تعالى أم قسك راوت يعني هر آل وبابتيك عن بمعنى على به أم آياتي شا أم قولي خواي قولا إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أم أحببت يعني خوش مويست حب الخير خوش ويستني مالي دنيا كواتا أو أحببتو بمعنى آثرتو آثرتو يعني من اختيار ممكن حلم بجارت باشا حبي خير يعني خوش ويستني مالي دنيا خوشويستي ماري دنيا هل بجار على ذكر ربي بس ذكري پروردگار ما يعني ببوني او لذكري پروردگار بوم اخر اما خواي گوره لزماني حضرت سليمان اي جرهتو انا كومر اسبيان بو هنا بو اسبكان اجگار جوان بو لو كلا سوري سادة باسي انكا اجگار جوان بو ببوني او علن قويا ايسا اوكاتكاتي عبادتك بو يا علن حضرت سليمان نجي عصري لسربوا شاوت البت كيفيته كميته اشتيان وق ايما نبوا نجي تر عبادتي پروردگاري او موعدك وقت نجي كبوا ام اسباني لبرشاوا بوا شك اماني خوش ويستو ليا راما واخر بابوني امانو نجي كي عصري هذا درشوا او يجي دبر او كاويل هذا درشوا معمولا لدوائية هنا كان أسبكاني همو هنا وسري بريون فمسح مسحا بالسوق والأعناق مسح بالسوق وأعناق أعناق قردن يعني مثلا لاخو ملي قرتاندوني يعني سري بريون لبنوك أمانة رقي ليان هستاوى يعني هو بيسر بين دروست أمانة أمهم خوشويستي يعني هيا خوشويستي كي اوان واي كرت بابوني اوانو من بقرمو لا ذكري خدا جال بروك لا ذكري خدا قرمو مو بو نيشاني بدم كمن ذكري خوان بي جرينغ تريكا تا ماري دنيا اوانم سر بريون وسر هرشن من بي موايا مو مسحا بالسوق والاعناق معناه سر برينيه يعني أولي خوش ويستون دسي هنا وبملي أنا وبقاش أنا هل بنادس فيها هنا وأمانة به إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني شي جايسة أحببته كيف قدمته أي قدمته يعني قدمته هي كبو حبي خيرك وجده يعني إني قدمت حب الخير عليه يعني على ذكر ربي أوه كمعنى آثرتو اتياجاك آثرتو بمعنى إيثار فداكارية خد إيثارش أويلي أكوتوني أويلي ولازم دي كشتيك برلشت يعني شتيك لزياتي شتيك تر أنجام بدي يعني شتيك يوكو بلي أوكو مثلا أري خون برسيمة برامنا نكا أدم بتو مثلا حالبي ليوالا أمش ديوا مثلا أو معنى إثاري كتيايتي ومعنى تقديمي اللي قلتوا كحب خيري بيش داوا مثلا ذكر الرب كواتا حبك بو قرارية مفعول به وقيل هي على بابها قيل كجوتوتي والأبرا عنك هلا سر معنى خويتي شاكا وتعلقها بحال محذوفة وتعلقه أو عنا بحالك حالك محذوفة يعني أوايا إني أحببت حب الخير منصرفا عن ذكر ربي يعني أو عن ذكر ربي تعلق بسبب منصرفا كي مقدره كابه تحال فاعلي
أحببت أجر وايليا كين عنا كلا سلم عنا إخواتي جاء أجر وابي إني أحببت حب الخير حب أبيتا مفعول له وأحببت وكا باشا يعني إني أحببت باشا حبا شن أبيتا مفعولي نا إن لبر حبي خير يعني لبر خوشويستي مثلا مالي دنيا أو تلقى مفعول لأجل بها معناه كي أويا لبر خوشويستي مالي دنيا باشا إني أحببت أو تاني منصرفا يعني مثلا خوشويستي منواند لبر خوشويستي مالي دنيا كحالي من وابو منصرف بملا بقرب ولا ذكري بالورد قارم دي أمجار وحكى الرماني عن أبي عبيدة أن أحببت من أحب البعير إحبابا إذا برك فلم يثر على وايد عناوة على أحببت بلي هاتوا ليلة من معناه خوشوي سنية ليلة لا أحب البعير هاتوا أحب البعير إحبابا يعني عرب بكاري أبن أحب البعير أجن أحب البعير كي واجن يعني أحب فعل ماذا وبعير فاعل كيتي كي واجن إذا برك يعني زمانك بروك بك بروك يعني كمان خهنا كوتنا بكبي حالبي أنت أم جربك فلم يثر أنت رانا بريتو يعني بروكي يعني لعرزك بدري واتب خوي لعرزك يخ بخوا بخوي لعرزك ويت هل نسيته ويجن احباب احب البعير احبابا جاء القرابي اللي ودا بيه يعني على اني احببت يعني من لعرزه وقبل تكالم لي برا يا قمان من تكالم لي برا لبرشي تكالم لي برا لبر خوشويستي او مالي دنيايا كاسبا كان يعني هاد لوان رامان اذا سري تر سري شتي تر من فرجا كحالي من وابو تنانت منصرفا عن ذكر ربي منصرف يجبوم يعني وازم هنا لذكري پروردگاريش او كواتا من ليل عرز درامو تكانم لي برايا او كاتا وبوجورش معناها كريتو فعن ام كاتا متعلقه به إذا عنك تعلق بسبب خدي أحببت وكوا ماشا باعتبار معناه التضمني باعتبار أو معنايك لازمني قرار أجري حاربي جاء معنى يعني معنى تضمني كي أحببت كمان أو تكان ليبرانية يعني تكان ليبرانية لويك ذكري فالورد قارم بكم بومنكرا باشا أو أختا وهي على حقيقتها دعنا كلا سمعنا يا خويا بيه أي إني تثبطت يعني دوا كوتم دوا كوتم لكم خم تكالم لي براية النم تواني شبكم عن ذكر ربي وعلى هذا جابنا لسر أم ليقدان ويا فحب الخير مفعول لأجله أو حب الخير يا أبت مفعول إلا بر حبي خير وأمليهات الرابع شوارمين معنى لدى معنى كي عن التعليل أو سك عنها توب والتعليل يعني معنى وكلام معنى علد بقى يعني وكم آيات وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن إلا عن موعدة بري أما باسي أو ما ترحب آياتك لسورة توبة باسي أو كأجي هيش كسي حقينية بو مشرك دعاك تناند بو بيغمبر دروزنية بو كسي كمشرك بي دعاي بخيري بوبكا مثلا بمشركي مردو أم دعاي بوبكا بلخوا عفويكا حكس حقينية ودعاي بكا لواء أو برسيارة أكري أي بو شي إبراهيم بيغمبر درود يخواي لسر بي دعاي بو آزر كردو ونية وعدي أداتي سوف أستغفر لك يا علي اللهم اغفر لي أبي لحالك أبكي هر أويك لبرابريا ويساوة
بربركاني إبراهيمي كردوا بقولش إبراهيم أشوا كإبراهيم دعوتي كذا بو توحيد أو قبولي نكردوا كاتو مشري وإبراهيم دعاي بو كردوا بوشي بو أو دروز بو دعاء بو مشركا بوشي بو بيغمبر إسلام دروز نيا أوشا فرمي استغفارك إبراهيم كردي بو باوكي باشا أو النبو مقر لبري بلينك بلينك يبيدا بو حضرة إبراهيم كدعاي بو بكا لبر أو بلينة بو يعني إيسا عنك بو تعليلة يعني لبر أو بلينة دعا كي كردبو مثلا خواهي قوري إجازة أو يبيدابو كبيجي مثلا اللهم اغفر لي أبي حالبي يعني دعا إيشا أو جلي علي أو كدعا كي بو كردبو وي أزاني كباوكي ديتا سريكا أما فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه يعني وقت كبو يدركو أما دجمني خدايو لا يعني دجمني كهل أبجيري بس لا يعني دوستيا ناو الرابطي دوستاتي لقال خواه برقراركا باشا يعني لقال خواه سري أشنعي داناخا حالبي وإتا أمجا حزا إبراهيم داويني اللي هل تكان بيزاري خوي لدر بريو إتا أمجا حزر نبو دعاي بوبكا وليت مشاكا بردن السري بالين زور مهمة براسي هذا كسي بالين بريت السر أيسا كان استغفار بو مشرك دروزنية ولي مثلا خواي قورا إجازي بإبراهيم داوة أو دعايا بو باوكي بكا بو أي بالين يكا إبراهيم داويتي بالين يكا بريت السر نلين أو إيوا أبي بيغمبر بي بالين أو شرط بالين يكداني ودعاينا يبات السر وتوجبي أها كان مهمة لحالك بيغمبري إسلام درودي خواي لسر بيه كل نظري مقامه خوش ويستي لاي خوا لحزت إبراهيم إيش جورة ليك كن ملها مو في غمران جورة له حلوين لقال واه خواي جورة إجازة في نادا استغفار بو مشرك بكا بران إجازة بإبراهيم داوى لبرشي لبرو بالينا كي نشكي أو حلوين لو أنا بقول لك في غمر الإسلام إيش بالياني بمشرك يكدابي كدعاء بوكا رنج خدا إجازة دابي لبرو بالينا كي نشكي ونحو أو يسب مني يعني أو عنا بمعنى بو تعليلة يعمت وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك يعني مثلا ما مشرك كان يعنود لبرامبر يكيق لفي غمبرانا ولا سوري هدا دا سالك جرته على إما دزهر قري خواكاني خومانين دز لو خوانا هل ناقرين عن قولك لبرقس كيتو يعني أما كتوق سمان بو أكيتو علي أمت فرستي غلطة وشي وأمانة إما جمع لقيتوني حالبي لبر قوليتو يعني عنك بو تعليل ويجوز أن يكون حالا من ضميري تاريكي أخني يوجدين نحن وما نحن بتاريكي تاريكي تاريكينيا إزافة كرياب ولا آلهتنا نونك إلا إزافة روي جمع أمش اسم فاعل اسم فاعل فاعل دقري فاعلك أها نحن إلى فيها شوية بس فاعلي مستتر لتاريكي دا هر نحنوة يجي عن قولك أبيت حال لفاعلي تاريكي آوة وكوبلي أي ما نتركوها يو نتركوها ك يعني ما نحن بتاريكي ما نتركوها يعني إما دزلو خوانا هل ناقرين صادرين عن كحالي إما وايا لقصة كيتو درعش صدر يعني درشو هذا لقسم درمشو صادرين عن قولي كان أو صادرين مقدرك يعني إما حال من ويا لقصة كيتو درعش وهو الرأي الزمخشري يعني أما أقر وايدانين عن قولي كان ببي بحال لعامل ببي بتعلق بس بحالك مقدرو كأوش حال بالفاعلي تاريكي كنحن وقصة زمخشرية وقال في يعني هل زمخشري لتفسيرك وتأتي لآياتي فأزلهما الشيطان عنها آلي وأوتيتي وتأتي وتأتي ضميري عنها إن كان الضمير للشجرة أجر ضميرك بو الشجرة يعني بو دارك بشيته وني ولا تأكل من هذه الشجرة أهو لو دار مخون أقر بو الشجرة فالمعنى حملها على الزلة بسببها باشا
معناه كي أبيت أو يعني الشيطان أواني حمل كرد سر زلة، يعني أزلهما الشيطان، وأزل بابي إفعاله ثلاثي مجرد كي زلية، جاء زلت مستري ثلاثي مجرد كي باشا يا زلت فيما هر زلتها عليه الشيطان أواني باشا وادار كرب بزلة يعني بهلا، يعني الشيطان أواني أخذ الزلة لأصلا أنا خليس كان يعني للريق مثلا بخليس كي للريقة كلاعدة حربي، يعني أواني للريقة ترازاند باشا، أواني للريقة ترازاند عنها بسبب داركو أو اختبي هناك عنك بو سبب ليوا يعني بو علة أي سمتوجبي بالي وأقر وابي أجر لميرك بو شجرة بشيتو أم جارة وحقيقته أصدر الزلة عنها حقيقتك إلى أصابي يعني زلي صادر كرت باشا زلة يعني باحال خلص كانوا مني صادر كرت لداركه لداركه يعني بعلتي دارك ومثله وما فعلته عن أمري وما نندي أويا أم آياتي ترى ما فعلته عن أمري أم كارما لخوم ونكر باشا يعني ما أسترته عن أمري واتا باشا لأمري خومو صادر منكر دار منكر لأمري خومو أما أقر أوش كواتا أو عني شلي واهر بو تعليل يعني لبر أمري خوم لم كردو بل كل بر دستوري خواه وإن كان للجنة خو أقر ضميري عنها بو جند بشيتوا فأزل لهم الشيطان عنها يعني درياني كلا بهشت أو وقت وإن كان للجنة فالمعنى نحاهما عنها نحاهما يعني دوري خسنا عنها لبهشتك كواتا أقر أولا ميرا سرنويشتي أزل معلومك أقل ميرك بوش جربشي فأزل لهما يعني فحملهما الشيطان على الزلة شاكا واتا الشيطان واني توشي هلكر توشي خليس كانوا لريترازان كرت باشا عنها لبر دارك أما أوا وأقر بو بهشيتا أزل لمني نحايا نحايا يعني دوري خسناوا فنحاهما الشيطان عنها واتا الشيطان اواني دور خسته ولا بهشتك بلام سر معنى اولا قال الله ميدك بو شجره بشتو انا قبو تعليله الخامس معناه بينجم عنك مرادفة بعد يعني هاو معنائية بو كلمة بعد وكو ما يتنحو عما قليل ليصبحن نادمين أما قليل ما كزائد يعني عن قليلين يعني بعد قليلين بار يعني دواي توزيتر دواي ماوية كميتر ليصبحن نادمين أقرن بفشيمان يعني دواي ماوية كتير فشيمان بنو يا يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني وشكان كلمة كان لشوين كان إخوان لا أدن عالبي يعني مثلا لسر معناك إخوي لا أدن تحريفي معنوي أكل بشي أزاني مثلا أو عن اللي رأى مرادفة بعد يعني بعد مواضعه دوايا وكا كلمة قال جي خواه جي قربوا ولا بدليل أن في مكان آخر بدليل أما كلا شوين كتلا هل القرآن هاتوا من بعد مواضعه مثلا لما فرميتي يحرفون الكلمة من بعد مواضعه شن لما من بعد مواضعه لرشا كالي عن مواضعه باشا يعني بعد مواضعه أو جواقه يا ما أتيت لتركبن طبقا عن طبق يعني حال دواي حال طبقا بعد طبق لتركبن يعني أشنسري يعني أشنسر حالتك لدواي أويك حالتك تتان تيبر كردوه مثلا حالتي منالي وحالتي قوري أي حالة بعد حالتي وقال وأم شاعر جتتي ومنهل وردته عن منهل يعني رب منهل يعني مثلا زور منهل منهل يعني أوقع شوينيك آوي لأخويا وردته يعني شو متسري آوم لأخوان وتوا عن منهل يعني بعد منهل وتدواي منهل كتر
ششمين مان لمعنى كان عن الظرفية أنا توب زي قولي أم شاعرة وآسي صراط الحي حيث لقيتهم ولا تكو عن حمل الرباعة وانيا آسي يعني كومك صراط جمع السري يعني قوركاني حي يعني بياو معقولان ما أقول حي يعني خيرك تايفك باشا تيروا يعني مثلا تو كومكي يعني بخشن دجيب كبيا بخشة ببخشة بخشين كي ببخشي ببخشة بجوركاني حيك يعني أو تايفيا حيث لقيتهم وقتك توشيان بوي هر وقت توشيان بوي بيان ببخشة تو كبولو بارد هي وأوانو أوانيش دبي الدية بدن ولا تكو عن حمل الرباعة وانيا يعني ولا تكو وانيا واني مبا واني يعني سست مبا باشا لا هل قرتني باري دية يعني رباعة بمعنى قسطة أوني قسط الله كابلا شي يخشى على كسينة بقسطي باشا جاء عرب بو قسطانا على نجم جمع كلمة النجوم وكل قرآن كذا أما جمع بشتكي وكل علوم القرآن حاربي فترى رباع من رباع من أويه ومن هل وردته أو بحر الرجزة ولأمان بحر طويل وآسي سرات الحي حيث لقيته يعني الرباع يعني نجوم حمالة حمالة يعني كفالة زامن يعني هل قرتن وتشتيك الله قريب سشاني خيط سشاني خد قيل لبرتي جاء به أو عن ليوا بمع بوظرفية بناء في به كواتا يعني ولا تكوانيا في حمل الرباعة أو بو أبي وابي الله أخلي أن ونيا ونا ونايني لا يتعدى إلا بفي باشا تعدناك إلا بفي نبي فزبع عنك ونا في به بدليل أم آياتك خواهي قول بالي خطاب موسى وهارون سلام إخوانا سلام فرمي ولا تنيا في ذكري لذكري منا سستيمكا أما والظاهر أن معنى ونا عن كذا ونا عن كذا جاوزه يعني لو اشتكي بريكر ولم يدخل فيه ونشو ناويه كواتب أكريه عن له معنى إخوانه وونا فيه يعني دخل فيه وفتر أعلن ونا فيه أعلن شو ناوية وفترة يعني سستي كرتيا أو معنى سستي وانا قيني ولي اللي يرى مثلا ونا عن كذا أو معنى سستي وشتي تيانية يعني جاوزه يعني لو اشتت يبربو ولم يدخل فيه ونشو ناوية قالت أكري اللي يوالا سر معنى يخوي به كما اللي يرى ولا تكوانيا يعني وما بك النشي ناو حمل الرباع أو لا حمل الرباع وازمه هنا عاوة عارف برا وات أو حمل الرباع يب بباريزة أو خت معنا كي واحد دي أم جارة بابي وسين ليرة السابع مرادفة من موفق إن شاء الله.